وين ما كنتوا عم بتتابعونا من جد تحيتنا الصباحية لكم أصدقائنا المشاهدين. حان الموعد هلأ نلتقي مع الريشة والقلم والفن، ومش حيلا فن، الفن التشكيلي. بيصيرني رحب بثوريا حلال، فنانة تشكيلية عبر استوديوهات يوم جديد. أهلا وسهلا فيك سوريا. أهلا فيكم، ميرسي كتير على الاستضافة، شكرا لك. أهلا وسهلا فيك. نحن سوا لنحكي مش بس عن الفن التشكيلي، لنحكي عن حدثين مهمين. الأول المعرض الأوكراني ب8 تموز، فنانون لبنانيون من أجل السلام بتحكينا عنه، بتعرفينا عليه أكثر. بنرجع بنحكي عن معرض بنرفض نحن نموت بجالوري إكزود، يلي بنوجه لهم أخلص التحيات، ويلي بالرغم من كل الأمور يلي صارت بعدهم واقفين على إجريهم وعم بيتابعوا بوتيرة تصاعدية. محبة كبيرة لهم. أكيد محبة كثير كبيرة. خبرينا عن المعرض الأوكراني. الحقيقة هو مش كان معرض أوكراني، هو كان بالتعاون مع السفارة الأوكرانية لفنانين لبنانيين وفي أجانب، هن 12 فنان لبناني والباقيين هن كانوا 20 فنان كلهم. هذا المعرض كان وبعده هلا أونلاين عم يشتغل علشان يروح ريعه لأطفال موجودين كانوا بميتم بأوكرانيا وتعرض للقصف، وحابين من خلال هاللوحات بيعهم يروح ريعوا لحتى يجوا على لبنان هالاطفال لفتره قصيره منشان يغيروا جو، ونستضيفهم بكمان دير بجنوب بجزين، ونساعدهم لحتى يرجعوا يستعيدوا عافيتهم ويفيقوا من الصدمه. وهذا كان الهدف الاكثر من المعرض. ثريا، قديه مهم هيدا الشيء؟ قديه عنده منحى انساني؟ وقديه انت بتحسي كونك رسامه، يعني بيقولوا دائما الفنان مرهف الاحساس اكثر من غيره، قديه عنالك هيدا الموضوع؟ ليكي اول ما دقوا لي وقالوا لي شو رايك تشاركي بهذا المعرض؟ قلت لهم اكيد، وانك تقدمي عمل مش بس عمل قد ما بدهم، لانه برايي انا الطفوله وين ما عاشت وين ما كانت لازم نحن نوقف حدهم، وخاصة إذا نحن كنا كمان طفولتنا بتشبه طفولتهم، وحتى بعدنا لهلا أولادنا كمان عاشوها مش بس نحن. فحسيت إنه أكيد لمسني هذا الشيء، ومن كل قلبي حبيت إنه أكون موجودة معهم، وإنه حتى بكرة بس يجوا حابة كمان حتى أشوفهم وممكن أعمل لهم ورك شوب. فالحقيقة هذا الموضوع كلنا لازم نفكر وين ما كانوا الأطفال معذبين بأي بلد، أنه ندعمهم ونقدم شيء بنعرفه أو مهنة بنعرفها، نقدم شيء خير لكل الأطفال بالعالم. قد إيه هذا الموضوع بكل ما فيه من إنسانية بيعطي ساتسفاكشن بيرسونال، بيعطي رضا أكيد، اكتفاء ذاتي للفرد، خاصة أكيد لما بيقوم بهيك عمل عنده منحى إنساني، ومش بس منحى إنساني، أطفال. أيه يعني شيء بيمسك بالصميم. لك انا يمكن اكبر سعاده، انا معظم المعارض اللي بعملها ما بتكون للبيع، بتكون اكثر شيء لحتى بكون عم بعرض موضوع. ولما بعمل بكل معرض بيكون في وركشوب، والوركشوب كمان بيكون مجانا، لانه وانا وعم بعطي الوركشوب في سعاده لا توصف، لانه عم بعطي شيء من قلبي وعم بنقل تجربتي للاخر. فهيدا الشيء احنا عم نشوف الصوره، هيدي اللوحه اللي شاركت فيها بمعرض الاوكراني، مش الاوكراني يعني، اللي من رعايه السفاره الاوكرانيه بيخت كلاب، وكان في عشاء كمان هن عملوا للفنانين. هيدا هي اللوحه كان ذات وجهين، في وجه لها الامامي اللي هو هيدا يلي بيعبر عن الانسان وهو الحجابه، وانه دائما حاطه حالي بكادر، لانه دائما بفكروا الانسان المحجب انه هو منتمي لجهه معينه، بينما خلف اللوحه في لوحه ثانيه انه نحن نقدر نكون عقلنا منفتح على كل العالم وعلى كل الثقافات وعلى كل الحضارات، ولا مره اختلف انسان عن انسان بمجرد زي اللي هو لابسه او ينحط باطار معين. فهيدا عمل كثير حبه السفير، لانه اول مره بشوف عمل مشغول من الجهتين، يعني وجه اللوحه وقف اللوحه. هلا مش ما بعرف اذا مصورين اللوحه من جهه ورا، بس شو حلو كيف اجتك الفكره. وكل الماتيار هي ماتيار من عندي انا، لاني بشتغل ريسايكلد، فمشغوله من هيدا المنديل المحطوط على الطرف، والشعر طبعا مش شعراتي بس حطيت شعر مستعار، وفي كولاج وفي كذا تكنيك بقلب العمل. شو حلو. قد ايه هيدي الفكره هيك حسيتيها من خلالها وضعتي النقاط على الحروف، او مثل ما بيقولوا وضعتي الاصبع على الجرح؟ يعني انت بدك توصلي رساله انه مش دائما المظهر الخارجي يغشكم وتروحوا فيه الى مرامي اخرى. مزبوط. فوتوا الى باطن الانسان، ما تهتموا بالقشور، اهتموا بالمضمون. قد ايه هيدي الرساله؟ اوقات يعني يمكن ليكي في مش كل البيئات، في بيئات بمجرد انه يشوفوا شكلك انه خلص تصنفي وتحطي بصندوق معين. بينما نحن يعني انا كفيت الماستر بفرن الشباك مع بجو مختلف،
مختلف، وكان تجربة رائعة مع دكاترة. يعني كان يحسوا أنه أنا سرية ليش هون، أرتي مش مثلا بالحدث أنا هي الجامعة الشاملة للكل. فقلت أنا ما فكرت هيك، أنا فكرت أنه الجامعة قريبة لبيتي وأنا ما عندي فرق يعني وين ما كنت والدكاترة. فالحقيقة بس تعرفي على كمان تعرفوا علي كإنسانة وكيف بفكر وقديش منفتحة وقديش الآخر عم يعطيني حافز لأن أقوم بأعمال أهم، وحتى بكتر لي الأسئلة لأبحث. فهيدا الشيء كتير كتير كان لألهم تجربة حلوة ولألي كان تجربة حلوة. شو حلو جاليري إكزود معرض منرفض نحن نموت، خبرينا معرض أول فردي شي عهل عهل هيك سلوغان الحلو منرفض نحن نموت، ونحن بنعرف نحن اللبنانية قديش عينينا للأسف خاصة بالفترة الأخيرة، وإذا بيطلع صوت بيقول نحن باقيين بفننا بعطائنا ونرفض نحن نموت. ليه نقيتي هيدا العنوين بالتحديد وخبرينا عن لوحات؟ ليه نرفض نحن نموت؟ لأنه آخر يعني كل ما قلنا مرتحنا من 2006 نحن جرنا اخر تهجير، كان رجعنا من بعد ما هيك حاولنا انه نستعيد عافيتنا اجى انفجار بيروت. طبعا نحن مش بس نحن يعني تهجرنا من 75 لهلا 20 مره 20 بيت انا واولادي، واول شيء انا واهلي يعني نحن ما كنا صغار. نعم. فكل الوقت كنا عم نهرب من الموت، يعني ما بدنا نموت وعم نحاول نضل واقفين على اجرينا عايشين وحتى مكتفيين، ونضل عم نتعلم ونضل عم نتطور ونضل عم نقدم للبنان ولاولادنا ولاولادهم مستقبل اهم. فكانت نرفض نحن نموت هي اغنيه لجوليا حطيتها بالمعرض، وعملت فيديو كمان فرجيت اول شيء انفجار بيروت كيف بلش وكيف صار، والعروسة اللي كانت كيف أخذت الانفجار، وكملنا لورا لل 2006 المجازر اللي صارت، كملنا لورا لمجازر المنصوري كمان بالأطفال اللي كانوا بالباص، واللي هو أكثر شيء عن جد بيوجع بعده هذا المنظر، لأنه أنا كنت أعلم بمدرسة بالنبطية كنت ساكنة فوق. فأنت تخيلي تكوني تفوتي على المدرسة مثلا التلميذ اللي بيكون اللي كان يقعد قدامك على الطاولة لأنه انكسف الباص تاعه، وتيجي ثاني يوم مثلا ما تلاقي قاعد أنه تستشهد، أو مثلا يكون بالمدرسة يصير قصف في النازل التلميذ كلهم لتحت. فأنت يعني وين ما عم نهرب كمان عم نتعرض كنا لأذى يعني ولا. فبس برضه رغم كل شيء حنرفض وحنضل نرفض ونموت وحنضل نقاوم أي اعتداء بصير علينا. سوريا خبرينا عن هالمعرض. طبعا سوريا تتقن الفن الرسم التشكيلي، يعني خبرينا كم لوحة في كان بهالمعرض وشو المميز بالنسبة لك بين كل هاللوحات، لأن دايما أنا بقول اللوحة بالنسبة للفنان مثل ابنه أو بنته، يعني كلهم بيكونوا حلوين بس بيكون عنده هيك ميزة بلوحة معينة، يعني خبرينا كم لوحة كيف وأي لوحة مميزة. الأعمال اللي هلأ حتشوفوها الأعمال اللي حتشوفوها من المعرض نرفض نحن نموت هي مش بس مش لوحة، هي أكثر من لوحة. هني وجوه بتعبر مشغولين بطريقة مختلفة تماما بتكنيك مختلف، قصدت من خلاله أنه هيدي الوجوه هي مشغولة بالنار مش بالنار. محطوطة في شيء محروق بالحرارة، في شيء محطوط بالفرن، والمواد اللي مشغولة منها هي كل شيء مجمعته أنا وكل شيء كانوا ذكريات لأولادي جمعتهم مع بعضهم لأعطي تعابير بهالوجوه يلي نحن عشناها خلال الحروب. وفي منا كمان في سخرية من القدر من الأشياء اللي تتعرضي لها بالحياة. فهي هو تكنيك جديد. أنا دائما بكل معرض هيدي مثلا ذكريات أولادي، بنتها كانت بتري رسالة حفظتها بكمان من خلال بقلبها بالبلاستيك بقلب النار، لأن اخترت مواد كمان بتلزق لأنه نحن كل شيء ملزق فينا بعده، يعني احنا قد ما حاولنا نطلع من الشيء اللي تعرضنا له بس عن جد الذكريات بتضلها ملزقه فيك. ايه بداخلنا باحساسنا. ايه ونحن كفنانين بتحسي انه بدنا بتطلعيه بطريقه مباشره او غير مباشره، ولانه عندي رساله بدي اوصلها حبيت هالمره تكون بهالمعرض لهي الماده والاسلاك وكل شيء موجود عندي انه فوتوا على الحراره وبس طلعوا، وحتى لما عرضته بتشم ريحه الحرب فيه لانه والانفجار تعرفت نكمل يعني المعرض انا عاملته قبل الانفجار العمل الاعمال، بس كمان الانفجار خليني لا لازم اعرضهم لانه نحن بعد ما خلصنا ولازم يشوفوا العالم انه نحن عن جد عم نحترق كل يوم بطريقه او باخرى. بس رغم هالشيء بعدنا بلد حلو وبعدنا بنحب الحياه وبعدنا بنحب نفرح وبعد في اعمال هلا بتشوفوا مجسم كبير يلي هو وقت حرب تموز
انا بيت حد جسر يمكن باول كم يوم هو انكسر في الصوره كلهم، فوقع الازاز والشبك اتضرر، فحتى الاشياء اللي بقيت من الحرب حولت انه عملت هيك مجسم كبير من الحديد اللي الشبك اللي انتزع، وكان هو تقريبا مثل ما بقولوا البطل بالمره اللي حبوا كثير للناس، ومغلف كمان بكل شيء الشنط اللي بنستعملهم اللي بنجيبه من السوبر ماركت او بنجيبه من السوق غلفته وعرضته للحراره ودوبته وخليته يلزقوا بهالشخصيه اللي صنعتها. نحن طبعا عم نشوف المعرض، وهون من خلالك بنوجه تحيه لجاليري اكزود يلي انا شخصيا يمكن صاروا مرافقني شي 10 سنين هون، دائما بنعرض لهم شغلهم. ما بعرف اكثر او اقل، هلا كريستيان هي بتعرفي قلنا بتعطينا الجواب، بس انه حلو انه دائما دائما شو ما كانت الظروف بحبوا يضلوا يتابعوا مع فنانين ينشروا لهم فنهم، ينشروا الرساله من خلال هالفن، وهيدا شيء كثير مهم بالنسبه للفنان وبالنسبه للمتلقي. صح. قديش بتكوني هيك مبسوطه لما بتشوفي انه معرضك ترتب وضعه؟ لك انا اكزود عائلتي بقول لهم انا بس فوت لعندكم فتت على بيتي. انا اكزود مش اول معرض هيدا بعمله عندهم، انا لما بعمل عندهم معرض ولما بعمل ورك شوب هن مستعدين يعني فاتحين لك الجاليري لاقصى حد انك تشتغلي اللي بدك اياه، انك تعملي تستقبلي. في معارض مثلا انا شاركت فيها بتحسي انه صارت هالقد الساعه خلص بدنا نسكر فله، هن اذا بتسهريهم للساعه 12 بالليل وكان بعد اكتف وفي ناس مستعدين يضحوا لاخر لحظه يعني من وقتهم لحتى ليه الفنان ينجح ويقدم اللي عنده. وغير العلاقه الخاصه الشخصيه يعني المحبه، في ارواح بتتلاقى، في نفسيه بتتلاقى، في سبحان الله بقول لهم انا مثلا يمكن اذا صار اي شيء صغير بقول لهم ما تسالوا اهم شيء انتم بخير يعني. ولما صار عندهم انفجار وهيك صدقيني يعني حسيت كانه هيك قلبي طلع من محله، لانه انا بقول لهم الانسان اهم شيء، ما تسالوا عن شيء وشو بدكم يعني مساعد وهيك، عن جد بيبقى الانسان شو ما راح بيبقى الانسان والانسانيه. ونحن بنرجع الاشياء اكيد الانسان بيرجع الاشياء بمحبته وبتفاهمه مع الاخر. كلمه اخيره شو بتحبي تقولي لكل اصدقائنا المشاهدين يلي بيتابعونا؟ لك حابه ضوي على شغله من خلال الوجوه اللي انعرضت. في مشهد كتير بحب أقوله، نحن لما كنا ساكنين بالجنوب وكان نتعرض للقصف كنا نتخبى، كان كل هاون يقصفوا علينا بالهاون، ما كان في قبل هاي القذائف اللي بتدمر أكثر من هيك، كان سقف واحد، فنتخبى بالحمام لما يبلش القصف وحاملين شمعة. أنا عم بعمل هول الأشكال يعني أنا وأخواتي، نحن خمس أولاد، أربع بنات وصبي وماما وبابا الله يرحمه. فانا بتذكر وجوه، كنت اتذكر وجوهنا لما تطلع القذيفه وهي بتعمل وبترجع بتنزل. بهاللحظات لما بتكون عم نطلع ببعض ناطرين حتوقع فوقنا القذيفه ولا لا، في وجوه عن جد شفت فيها هيدا الخوف بعيونهم، هيدا الاحساس انه شو اللي ناطر، شو اللي بده يجي. ف وبمعرض الاوكراني كمان الاولاد يمكن كمان تذكر كيف ممكن يكونوا عيونه كيف حسوا لما تعرضوا لهيدا الشيء. فهي اللحظات كثير معلقه يعني هيك لازقه في يعني مثل ما لزقت الاشياء على ان شاء الله بتلزق فينا لحظات اكثر سعاده ان شاء الله. وعن جد بنقدر هيك مثل ما بيقولوا نبلسم الجروح بهالبلد الاكثر من رائع ان شاء الله، وهيك بعطائكم وبأناملكم السحريه اكيد اللي بتضل فينا. بقول اخر شيء يا ريت انه نحن عندنا اكيد مثل ما سفير الاوكراني اهتم باطفال اوكرانيا، انه عندنا سفراء بلبنان مش يعني بكل العالم اللبنانيه انه يهتموا باطفالنا ويهتموا بتلاميذنا ويهتموا كمان اللي بالجامعات اللي مش قادرين يكملوا، انه يساعدوهم يعني يامنوا لهم الاموال تروح، يامنوا لهم جو حلو، يامنوا لهم عمل برا، يعملوا مبادرات مثل هالمبادرة، ممكن فنية ممكن غير فنية، بس عن جد نتعلم كيف نقدر نخدم أولاد. أهلا وسهلا فيك ثريا حلال، فنانة تشكيلية. إلى المزيد من المعارض والمزيد من الفن والمزيد من الرسم. مرسي كتير. أهلا وسهلا فيك. مرسي كتير لإكزود. يا هلا وشكرا لإكزود أكيد. أصدقائنا نحن